مجموع الفتاوى لشيخ النواصب عدو الإسلام ابن تيمية في الجزء الثالث عشر يقول: وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين. أي كتاب هذا؟ تفسير محمد بن جرير الطبري. ها هو أمامكم تفسير الطبري. ماذا ينقل؟ قوله: وقوله يرثني ويرث من آل يعقوب، يقول يرثني من بعد وفاتي مالي، ويرث من آل يعقوب النبوة. ذكروا من قال ذلك. حدثنا أبو كريب قال: ثنى جابر بن نوح عن إسماعيل عن أبي صالح قوله يرثني ويرث من آل يعقوب، يقول يرث مالي، ويرث من آل يعقوب النبوة، أيضا يرث مالي، أيضا يرث مالي. فهل أمير المؤمنين حين نزلت هذه الآية وهو كاتب الوحي، هل رسول الله بين وشرح لهم هذه الآية وقال لهم كما في هذا التفسير يرثني أي يرث مالي؟ أكيد رسول الله بين تفسير هذه الآية. إذن أمير المؤمنين يعلم تفسير هذه الآية، يعلم تأويل هذه الآية. لهذا نجد يا عباد الله أن أمير المؤمنين خرج مسبقا يطالب بإرث الزهراء. لماذا؟ لأنه يعلم مسبقا أن رسول الله يورث. هل افتهمتم ماذا أريد أن أقول لكم؟ فإذا كان أمير المؤمنين يعلم أن هذه الآية تدل على أن الأنبياء لا يورثون المال، فلماذا خرج يا عباد الله يطالب بشيء ليس من حقه؟ وعندما علم من أبو بكر أن الأنبياء لا يورثون ورجع إلى بيته مع الزهراء، لماذا ترك زوجته تموت وهي غاضبة على أبو بكر؟ لماذا لم يبين لها سنة رسول الله؟ لماذا لم ينقل لها هذه الآية؟ العباس لماذا لم يذهب إلى الزهراء ويبين لها هو أيضا؟ لماذا رأى العباس وأمير المؤمنين أبو بكر كاذب آثم غادر خائن؟ من يتصل ويحل لنا هذا الإشكال يا عباد الله؟